بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله بارك. هذا السائل يقول: اشرحوا لي آية الكرسي في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تشتمل عليه من أسماء الله وصفاته، وهي ثمان جمل: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، لا موت ولا نوم ولا سهو ولا غفلة، حياته كاملة سبحانه، الحي القيوم، القيوم وفي قراءة القيام وهي صيغة مبالغة، القائم بشؤون عباده، تصرف في مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال العلماء: الحي هذا يتضمن صفات الذات، والقيوم يتضمن صفات الأفعال، فهو القائم بمصالح عباده والقائم بشؤونهم والمتصرف فيهم على وجه الكمال والإحاطة والتمام. لا تأخذه سنة وهي أول النوم، ولا نوم مستغرق، لكمال حياته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي جاء في الحديث أنه موضع القدمين وهو غير العرش، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف يكون العرش؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي، العلو المطلق له سبحانه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يزهد البعض من الناس في قراءة هذه الآيات وفي سورة الكرسي، في آيات الكرسي يا شيخ، فيتركها ولا يقرأها بعد الصلوات أو في حياته. هذا تفريط، ينبغي للمسلم أن يحافظ على ورده في الصباح وفي المساء، ويأتي بالأذكار الواردة فيه ليحفظه الله جل وعلا بذلك، وليبارك في حياته وتصرفاته، فهو بحاجة إلى ورد الصباح وورد المساء. نعم، أحسن الله إليكم. له سؤال أخير في رسالته، يقول: الشيخ، أرجو من الشيخ أن يحدثنا عن بيان فضل التوحيد والإخلاص مأجورين. فضل التوحيد فضل عظيم، وأن الله ينجي الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا، ينجيه من النار ويدخله الجنة، فالتوحيد فضله عظيم، ويكفر الله به ذنوبه وسيئاته، كما في الحديث أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملأ الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يكفر الله به الذنوب والسيئات وإن كانت مثل زبد البحر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يا شيخ عن أقسام قضاء الله والفرق بين القضاء والقدر. أقسام قضاء الله سبحانه وتعالى كثيرة، كل تدبيراته وكل هذا الكون وما فيه كله بقضاء الله وقدره. نعم، يقول السائل أبو باسم: الشيخ، هل من الممكن رؤية الله عز وجل في المنام، وما شروط ذلك؟ نعم، يمكن رؤية الله جل وعلا في المنام، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ويروى عن الإمام
الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى الله في منامه، فممكن أن يرى الله جل وعلا في المنام لمن يعرف أسماء الله وصفاته ويتقنها. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ: لماذا كان الصبر من ركائز الإيمان؟ والشخص الذي يجزع يا فضيلة الشيخ ما حكمه في هذه الحياة؟ كان الصبر أعظم ركائز الإيمان، لأنه يمنع صاحبه مما ينافي العبادة وينافي العمل الصالح. فالصبر هو صمام الأمان لمن وفقه الله جل وعلا للصبر، إنه يحافظ على دينه، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم. يقول السائل الشيخ أيضا أبو باسم: من هو ابن راهويه؟ إسحاق بن راهويه من أئمة السلف الصالح، وهو في عهد الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل المشرق، إمام أهل المشرق وما وراء النهر. نعم. فضيلة الشيخ، شخص دخل المسجد لصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا يفعل؟ يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر لوجوب الترتيب بين الصلوات. نعم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ وكيف كان الهدي النبوي في ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحب مكة أو المدينة؟ مكة هي أفضل البقاع، لما فيها من كعبة المشرفة وما فيها من الفضل العظيم، هي أفضل بلد على وجه الأرض، ثم بعدها المدينة النبوية، هذا الذي عليه الجمهور. بعض العلماء يفضل المدينة على مكة، ولكن الراجح أن مكة أفضل من المدينة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لما خرج مهاجرا من مكة وقف صلى الله عليه وسلم والتفت إلى مكة وقال: والله إنك لا أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة يقول: كانت أختي معنا في العمرة وكانت تلبس القفاز، ونحن ليس لدينا علم في ذلك، فهذه أول عمرة لنا حيث أختي بلغت وطافت بالقفاز ورجعنا إلى الرياض. فضيلة الشيخ، إذا كانت جاهلة يعفو الله عنها، وحجها وعمرتها صحيحان إن شاء الله. نعم. شيخ، التفقه في المناسك سواء للعمرة أو للحج، بعض الناس يزهد في ذلك، وبعد أن يرجع يبدأ يسأل المشائخ والعلماء حول ذلك. كل العبادات لها أحكام ولها شروط ولها مكملات، فيجب على المسلم أن يعرف هذه الأحكام التي تتعلق بعقيدته وتتعلق بصلاته وصيامه وزكاته وحجه وعمرته. وهذا القدر من العلم فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه، وما زاد عن ذلك من أنواع العلم فهو فرض كفاية، قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. يقول يا فضيلة الشيخ: يمتلي الجامع عندنا يوم الجمعة ونصلي مع بعض الناس فوق سطح الحمام، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ لا بأس بذلك، إذا كان سطح الحمام طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه عند الحاجة. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن اليمين الغموس، ولماذا سميت، وهل لها كفارة؟ اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار إذا حلف كاذبا متعمدا ذلك، فهذه هي اليمين الغموس. نعم. هذا سائل يقول: ما فضل الصحابة، ولماذا خص قرن الصحابة بالأفضلية المطلقة؟ لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وصلوا وراءه، فهم أفضل القرون، قرون هذه الأمة أفضلها الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم القرون المفضلة الأربعة. نعم. في الآية الكريمة يا شيخ: وما قدر الله حق قدره، ما معناها؟ ما عظموه حق تعظيمه، ما قدر الله حق قدره أي ما عظموا الله حق تعظيمه. نعم. هذا يسأل يا شيخ: إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة قليلا وكان في سفر، هل يعيد الصلوات؟ الانحراف اليسير لا يضر، الذي لا ينحرف عن الكعبة ولكن يميل عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالحمد لله، إذا لم تكن الكعبة على خلف ظهره أو إلى جنبه فالانحراف اليسير لا
لا يضر. نعم. يقول اشرحوا لي مأجورين حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم، لا عدوى، لا، المرض لا ينتقل بنفسه كما تعتقده الجاهلية، وإنما الله هو الذي ينقله سبحانه إذا شاء، فهو بيد الله سبحانه وتعالى. ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم، هي التشاؤم وتأميل الشر، والمسلم مطلوب منه أن يتفاءل، أن يتفاءل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وهو حسن الظن، هو من حسن الظن بالله عز وجل. نعم. يقول والدتي كبيرة في السن شيخ صالح، ولكنها بعد الصلوات تسبح بالسبحة وتقول أفضل لي في العدد. لا بأس بذلك، إذا استعملت السبحة لأجل ضبط العدد لا بأس بذلك، شرطا لا تعتقد أن فيها فضلا، وإنما هي أداة تحصي بها التسبيحات وتهليلات تستعين بها، لا بأس بذلك. نعم. يقول ما الفرق شيخ بين المؤلف والمحقق للكتاب؟ هو الذي جمع الكتاب ونظمه ويعني أتقنه، وأما المحقق فهو الذي يصحح النص، نص الكتاب، نص المؤلف يصححه ويخرجه، هذا المحقق، حيث يخرج الكتاب بصورة صحيحة. نعم. أخيرا يسأل عن الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. الآية أي أولها قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي يكفر الله بها السيئات، يعني الصغائر من الذنوب. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. تجدد اللقاء إن شاء الله. في هذا اللقاء أشكر فريق العمل وزميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله.